سلام عليكم حماة الديار، سلام على كل حر منار، سلام عليكم حماة الديار، سلام على كل حر منار، سلام عليكم جنود الشهاني نسور السماء وحسن القفار، سلام وألف سلام لكم رجال الشهام حماة الديار. سلام على من يلبي النداء بساح المنون كموج البحار، سلام على من يلبي النداء بساح المنون كموج البحار، وفيتم بعهد الكمات الأباد وكنتم قلاعا وكنتم جدار، وفيتم بعهد الكمات الأباد وكنتم قلاعا وكنتم جدار، سلام عليكم حماة الديار، سلام على كل حر منار، سلام وألف سلام لكم رجال الشآم حماة الديار. من العاشقين كصبح النهار، سلام لكل شهيد روى بفيض الدماء ثرى الانتصار، جنود الشآم لكم قبلة من العاشقين كصبح النهار، سلام لكل شهيد روى بفيض الدماء ثرى الانتصار، سلام عليكم حماة الديار، سلام على كل حر منار، سلام عليكم حماة الديار، سلام على كل حر منار، سلام عليكم جنود الشهام نسور السماء وحسن القفار، سلام وألف سلام لكم رجال الشهام حماة. أزمات كثيرة ومرت جيوش كبيرة وظالمة في المنطقة العربية، ولكنها لم تستطع أن تصمد ولم تستطع أن تعطي لاحتلالها صفة الاستقرار، وتمكن الشعب العربي أخيرا من الانتصار، ولا بد لنا أن نسير على نفس الطريق. عندما بدأ الوطن يشق طريقه في النهوض والبناء، وبدأت الحركات الجماهيرية تتسلح بالوعي مدركة مكاسبها حريصة على تحقيق أهدافها القومية، بعد أن فجرت قواعد حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة 8 آذار عام 63 و900 وألف، تعظم دعم الإمبريالية للكيان الصهيوني، وفي مناخ اليأس والهزيمة ولحظات الضياع والعمى القيادي، برز وجه القائد الخالد حافظ الأسد، ولم يكن قد صار رئيسا بعد، بل كان وزيرا للدفاع، برز وجهه مشرقا يشير إلى سواء السبيل، وأضحت القوات المسلحة في ظل قيادته لها كوزير للدفاع صورة للوعي الوطني، سلاحها العقيدة واليقظة والالتزام. سنوات 3 وانطلقت حركة تصحيح لا مثيل لها في تاريخ الأمم،
قادها القائد الخالد حافظ الأسد عام 1970 و1000، وأثمرت في 6 تشرين عام 1973 و1000 حربا تحريرية خاضتها قواتنا المسلحة، وأسقطت عبرها أسطورة تفوق الجيش الصهيوني المدجج بأحدث أنواع الأسلحة. أيها الإخوة المواطنون، إن الشدائد هي محك لمعدن الشعوب وامتحان لأصالتها، وكلما ازدادت الأزمة شدة كلما ظهر المعدن الصافي وتأكدت الأصالة الراسخة. إنكم أبناء أمة عرفت على مدى التاريخ بمواقف الرجولة والإباء، بمواقف البطولة والفداء. كانت مهمة بناء القوات المسلحة العربية السورية من أعظم المهام الوطنية التي تصدى لها القائد الخالد حافظ الأسد منذ أن كان وزيرا للدفاع. ارتبطت عملية بناء الجيش العربي السوري بعد التصحيح بالأفكار والأهداف والمهام التي جاءت بها حركة نضال الجماهير الشعبية. وفي ضوء علاقة الارتباط بين الجيش والشعب التي أرسى أسسها القائد الخالد حافظ الأسد، نشأ نظام بناء قواتنا المسلحة وتطور على قاعدة ربط التدريب العسكري ربطا وثيقا بقضايا الأمة العربية المصيرية وبمهام تعزيز القدرة العسكرية والاستعداد والجاهزية لمواجهة العدو الصهيوني وتحرير الأرض المغتصبة عبر تجهيز قواتنا المسلحة بالعتاد والأسلحة الحديثة وتأمين التعاون والتناسق في أنواعها وصنوفها وترسيخ الانضباط العسكري المتين ورفع وعي المقاتلين تجاه قضايا الوطن والشعب وتطوير عملية التدريب العسكري عبر تأسيس المنشآت التعليمية العسكرية المتخصصة وتطويرها وتحقيق مبدأ شمولية التدريب وإغناء طرقه وأساليبه وإبراز السمات المميزة للوجه السياسي المعنوي لقواتنا المسلحة التي أثبتت في حرب تشرين التحريرية أنها على مستوى المسؤولية التاريخية المنوطة بها، ليتابع جيشنا الباسل مسيرة عطائه وتمسكه بنهجه القومي ويشارك الأشقاء اللبنانيين في وقف الحرب الأهلية وفي التصدي للغزو الصهيوني للبنان عام 1982 و1000، لتبدأ بعدها مسيرة دعم المقاومة الوطنية اللبنانية التي احتضنها القائد الخالد حافظ الأسد ودعمها ماديا ومعنويا وسياسيا، وكانت الثمرة تحرير الجنوب اللبناني عام 2000. العظماء لا يموتون لكنهم يرحلون، والقائد الخالد حافظ الأسد ترك فينا قبل رحيله إرثا متينا يدلنا على طريق النجاح والسيادة والكرامة. هو نهجه الراسخ وقائد استراتيجي تربى في مدرسته النضالية وتغذى من فكره الوطني والقومي. فما إن اختارت جماهير شعبنا السيد الرئيس الفريق بشار الأسد ليقود مسيرتها النضالية حتى ظهر واضحا وجليا نهجه وأسلوبه في تعزيز بنيان الوطن وإحاط مؤسساته بالاهتمام وتفعيل دورها بشكل إيجابي، ومن بينها وأهمها المؤسسة العسكرية التي خصها سيادته بالرعاية وعمل على تطويرها وتزويدها بكل ما يلزم للدفاع عن الوطن عبر تحديث العتاد ومناهج التدريب ووسائله وتطوير البنى التحتية في المنشآت العسكرية وبناء المقاتل النوعي وفق أسس جديدة ورفع وتيرة التدريب والجاهزية وتعزيز اللحمة بين الجيش والشعب والإشراف المباشر على معظم الأنشطة والمشاريع العسكرية.
وفي ظروف هذا العدوان المركب الذي يتعرض له الوطن، أثبتت قواتنا المسلحة أنها جديرة بحمل الرسالة وصون الأمانة بعد أن حققت انتصارات مدوية على عملاء العدو الصهيوني ودول الغرب الاستعماري من مشيخات البترودولار والحالم العثماني الجديد، وعلى أدواته المأجورة الرخيصة من إرهابيين قتلة وتكفيريين تم جمعهم من شتى أصقاع المعمورة لينشروا الخراب والدمار والذعر والخوف في سوريا. إلا أن رجال الجيش العربي السوري سيجوا بشجاعتهم الأرض والحياة الكريمة، وهزموا بتضحياتهم الهمجية والرجعية والتكفيرية الحاقدة، وحموا بدمائهم قامة الوطن التي انتصبت شامخة في تشرين التحرير وبقيت رمزا خالدا في سجل التاريخ الذي لا مكان فيه للعابرين والمتسلقين على جدران الحضارة والإنسانية، لتبقى سوريا نبض الشموخ ولون السلام ومنبع الحضارة والإنسانية.